الجدي متألم يا جماعة، واللي أنا حاساه من طاقة الكروت إن شريك الجدي يعني مش شخص ما عندوش عاطفي، مش شخص عاطفي، أوكي، شخص جدي، شخص عملي، هو كده، ما عندوش دلع، ما عندوش الحاجات دي، فالموضوع ده مؤثر على الجدي شوية، نفسه في نهاية ألم، متألم من الموضوع ده ونفسه الألم ده ينتهي، نفسه في طاقة جديدة، يعني تقريبا الموضوع ده خلص طاقته، مش حاسس بمشاعر، مش حاسس باهتمام، شيء من هذا القبيل. شايف شريكه ازاي؟ شايفه اما ان هو عنده سر، او ان هو شخص متدين جدا. كويس؟ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر، واضح ان هو متدين فعلا، عايز يتدين اكتر، عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر، نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة، اقول اوكي مستني فلوس من حد، مستني مكافأة ما، هو واضح ان هو فعلا تفكيره كله دين مادة، يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريك فعلا. بس هو شايفك ازاي بقى؟ شايفك عشرة طويلة قوي، حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك غير كل خير، الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا، هي طاقة جامدة، واضح ان الشريك شخص يعني مش مرن، مش شخص عاطفي، مش رومانسي، عملي اكتر، شخص عملي اكتر. طيب الفترة دي في شوية اضطرابات نفسية، على اضطرابات ذهنية، النوم مش حلو، بس في حاجة هتحصل، يعني الكارت ده للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز، ده اتمام زواج، الناس متجوزين ده حمل، اوكي، اللي لده ولا ده، ويعني عندهم ولاد وخلاص مش هيجيبوا ولاد تاني، فلا في ارتباط قوي، انتوا حبكم يمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجدي بيتمناه او المعامله اللي هو كان نفسه يتعاملها، لكن حبكم غير مشروط، يعني مش لازم يعمل لي كذا عشان احبه، فاهمين قصدي؟ ايا كان شكلك، ايا كان طبعك، فشريكك بيحبك، فده حب غير مشروط، حاجه حلوه جدا. بس انا عايزه الجدي او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه، هذا البورصه ده او الكائن السحليه الصغيره دي، ده شخص قريب منك وبينصحك نصائح هدامه هدامه، واحنا عارفين طبعا النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي، هو بيعاملك كده ليه، هو بيعمل كده ليه، هو ليه مش بيعمل لك كذا، هي ازاي ما بتعملكش كده، الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده. فانتبهوا للشخص اللي جنبكم ده، اللي عامل ايه؟ عمال يزن في ودانكم. طيب طيب هلخص القرايه، الجدي نفسه في نهايه الم، حاسس ان هو متالم، عايز طاقه جديده لان طاقته خلصانه، شايف شريكه اما ان هو عنده اسرار او ان هو شخص متدين جدا، شريكك عايز يتدين اكتر وعايز يقوم بعبادات اكتر ومستني مكافاه، عايز مكافاه او فلوس مستنيها من شخص كبير، شايفك شخص مألوف جدا بالنسبه له وعشره وما بتقدملوش غير كل خير، الطاقه ما بينكم فيها صلابه فعلا، طاقه صلبه، في شوية اضطرابات الفترة دي، بس ان شاء الله في حاجة حلوة قوي والدنيا هتلين الفترة اللي جاية، بس عايزاكم تنتبهوا انه في ناس ما بتصدق تشوفكم كويسين فيبتدوا يزنوا في دماغكم تاني، يعني بلاش تقولوا اتصالحتوا الدنيا مشيت كويس، ما تقولوش يعني بلاش، مش هتستفيدوا حاجة يعني. طيب دي قراءة المجموعة الثالثة والأخيرة، الحالة العاطفية، ابص كده على كاميراتك، انا جامده قوي في مشاعري، ايوه كده يا سفيناز، ايوه كده، ده حتى طلع لكم كارت بيقول لكم ولا يفرق معاكم، انتوا عندكم طاقه قوه قويه جدا الشهر ده، اللي يجي بقى فاهم اللي هو يا اهلا بالمعارك يعني، ولا يفرق معاكم. طيب صحيح، ميرسي يا وليم، صح يا روي، ميرسي يا سفيناز، صباح الفل يا حليمة، صح جدا بشكرك، هب هب، صح جدا بشكرك يا موكا،
بشكرك يا محمد قوي. الأساتذة إيليا كنوز موجود في الصفحة. لا بصي يا سفينة، انت يا حبيبتي هتبقي حامل مش هو. انت يا روحي مش هو. برج الحوت، اهلا بيكي حليمه، منوراني من الجزائر. الحوت موجود في الصفحه، سهل جدا. كنتي بشكرك يا شيماء حبيبتي، بنسي قوي. الاسد موجود في الصفحه يا منال. طيب دلوقتي ميعاد القراءه المجانيه اللي كسبت معانا اللايف اللي فات، وهنشوف مين هيكسب النهارده. البنوته سين الف، تاريخ ميلادها 29/1/89. يا صغنن انت يا صغنن. طيب حلو جدا. اوكي الدلو، برجها الدلو، ماشي. ميرسي على تعليقاتكم الحلوة يا جماعة بالنسبة للقراية، وأسفة للناس إن أنا خوفتها، أسفة يعني، شككتوني في نفسي وابتديت أقول لا مش هقول الحاجات السلبية، بس يعني مش منطقي، مش منطقي إن أنا أعمل قراءة وأقعد أقول لكم كل حاجة هتبقى كويسة، كل حاجة هتبقى تمام، وما ناخدش حذرنا من حاجة جاية، والله أعلم، وكذب المنجمون ولو صدقوا، وكل أنا بقوله ده هري، ماشي؟ بس عشان الناس اللي بتتحمق من الموضوع ده. أنا بموت في اللون الأسود يا محمد، بس بحب البنفسجي أكتر، لوني المفضل البنفسجي، بس للأسف ما بيليقش عليا. طيب ناخد القراءة الخاصة المكانية اللي كسبت معانا، هنقرا جنرال، بعدها هنبتدي نقول نسحب كارت واحد للأسئلة اللي أنتوا عايزينها، تمام؟ أوكي. كله صح، ميرسي يا فرح قوي حبيبتي، بشكرك بشكرك بشكرك. اها الدلو لازم يطلع له كارت، ده لازم، لازما ولا بد. طيب ممكن احمد هي معانا في اللايف؟ ميرسي يا مرمر. لو هي معانا في اللايف معلش يعني مش عارفه، انا هقرا وخلاص، انا هقرا وخلاص. طيب في هنا خير جاي، جاي لك يا سين الف، حاجه اشتغلتي عليها قبل كده، خير عملتيه في حد زمان بيرجع لك دلوقتي، حاجة إن شاء الله خير جايلك وجايلك بسرعة شديدة جدا. في كمان رزق وفلوس جايلك من حيث لا تحتسبي، ومش شرط تكون الرزق فلوس، ممكن يكون رزق حاجات تانية، ممكن يكون سعادة، رضا، حب، حاجة رزق، ربنا هيبعت لك هدية، في هدية جايلك. مبلغ مالي محيرك مش عارفة تعملي فيه إيه، أبيعه أصرفه أستنى، من فضلك استني، ما بلاش تصرفي في حاجة غير لما تكوني فعلا محتاجاها، لان انا مش شايفه تطور في الحاله الماديه، انا شايفه مبلغ مالي يمكن يكون جاي لك بس مفيش تطور في الحاله الماديه، فيا ريت يعني لو تقدري تحوشي حوشي. كينج اوف سوردز الدلو طبعا كعادته هو القائد، قياده، قائد، مسيطر، هو بيبقى شايف نفسه دايما هو الصح، اصح حد واصح تفكير واصح كل حاجه. انا مش مع الموضوع ده تماما، بليز برضو نسمع للناس اللي حوالينا، بلاش الثقه في الزياده في النفس لان عواقبها مش كويس. في هنا هاي بريستس، زي ما قلنا الكارت ده اما ان هو في سر هيتعرف عنك او انت هتعرفي سر عن حد، في كلتا الحالات السر ده الله اعلم الموضوع ده زاد ليه الفتره دي، في علاقه ثلاثيه برضو، في حد في عنده اتنين، في طبعا هنا جرح شديد شديد، زعل، الم شديد جدا جدا جدا، بس ازاي التحول ده؟ انا شايفه بعدها خطوبه، خطوبه هيحصل، خطوبه وهيحصل زواج،
ازاي؟ ما تسألينيش يعني. بصي انتي نطيتي منين لمنين، يعني هنا قلب مجروح، بعدها على طول خطوبة وزواج. يعني يا رب ما يكون اللي في بالي وبتحاولي تنتقمي وتاخدي اي حد وخلاص. يعني لو حابة نتكلم ابعتيلي على الصفحة ونتكلم ونشوف الدنيا فيها ايه. غريب جدا اللي حصل ده، يعني انا مش فاهماه. عموما في خير ان شاء الله جاي، زي ما قلت لك في رزق ربنا بعتهولك من حيث لا تحتسبي باذن الله، في مبلغ مالي انت محتاره تعملي فيه ايه، ونصيحه نصيحتي ليكي احتفظي بيه. اي كارت بيطلع للدلو هو ده، كينج اوف سوردز، كينج اوف سوردز، قائد، ده قاعد على العرش وهو اللي بيحكم، بيحكم ويطاع وعنده قياده جامده جدا، ما ينفعش ينقاد. زي ما قلنا ده سر بيتعرف، سر بيتعرف، هتكتشفي حاجة، في حاجة هتتكشف عندك الله أعلم. بس إن شاء الله، إن شاء الله خير. أنا شايفة في النهاية بعد السر ده يمكن هتكتشفي علاقة ثلاثية، جرح هتتجرحي طبعا، بس أنا شايفة بعدها خطوبة وبعدها زواج. الله أعلم. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. طيب احنا خلصنا كده حتى القراءة الخاصة، تعالوا بقى نسحب كارت واحد للأسئلة بتاعتكم حبايبي. اللي عنده سؤال يخص برج الجدي أو أي برج تاني يتفضل. معاكي قراءة نيفين. عملتي شير بجد غير مجاملة انتي يا حبيبتي، يا حبيبتي، يا حبيبتي انتي. طب عملتي شير؟ لو عملتي شير كتير ان شاء الله، ان شاء الله نختارك. القوس اتقال يا رب سلام، موجود في الصفحة. الجوزاء قريب جدا. ماله برج جد الجدي يا أميرة؟ أميرة أنا عمالة أقول الجدي الصبح حبيبتي، خلصت الجدي. لو فاتك حبيبتي مفيش مشكلة، شوفيه مسجل على الصفحة. العقرب قريب قوي، حاضر ولا بالأحلام؟ حاضر. إيه؟ هموس عليكي، دي خمسة يعني؟ ميرسي يا ليلى، تسلميلي يا روحي. القوس فيه ارتباط رسمي ولا لا؟ حاضر يا هدايات نشوف. يس، اساس للشيء ان شاء الله فيه ارتباط رسمي. غيره سهام ابعتي لي على الصفحه حبيبتي وهرد عليكي. حاضر ان شاء الله. انتوا هتلاحظوا انه فيه برضو تحسن في الرد على الرسائل ان شاء الله، لان الصراحه لوحدي انا ولاء مستحيل كنا نقدر نغطي هذا العدد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد لي ذلك. انتي عملت شيء في تمايمة ليه بس؟ حضرتك كميه حرام عليكي دي. طب قولي لي ايه سؤالك يا ايماني، قولي لي حبيبتي. تعالي ميرسي يا روح قلبي على الشير، بس يعني مش انا مش هديك تعذبي كده، مش درجه 80 شير، تسلمي لي يا روحي. شفتي يا بي، انا كنت خايفه منه اللي هتقولوا بيه، بتقولوا مين بيه ده؟ طب انا اعمل ايه يا حبيبتي؟ والله عملت تصويت وجدي هو اللي كسب. انا كنت عايزه اقرا العقرب والله، انا ما كنتش عايزه زي في الاخر كده، بس بفكر نقول عقرب بكره، وال اسمه ايه، وال اسمه ايه ده، العذراء بعدين، مش هخليه اخر بكره، مش هسمح، مش هسمح بده يا بيبي. طيب في اي اسئله؟ انا وجوزي، انا وجوزي احنا الاثنين ليه يا ايماني؟ ماله جوزي؟ طب الموضوع الراجل قاعد في حاله اهو. العافيه روين، روان العافيه، روح قلبي. برنسس محمد محمود، الاسامي دي يا جماعه صعبه قوي. انا الحوت حبيبتي، الحوت موجود في الصفحه. الجدي من كام لكام؟ الجدي حبيبي من 21 ديسمبر لحد 20 يناير. يلا فقرة الأسئلة بسرعة، قدامي 5 دقايق كمان. ربي حاضر كده بعد إذنك يا ميرو. طب ما دي بقى في قراية العقرب يا داليا، هنقوله بشكل مفصل وهنقول كل حاجة خلاص بعد بكرة. العقرب خلاص يعني ده قرار جمهوري، العقرب بعد بكرة خلاص. هل هنرجع لبعض؟ ماشي تعالي نشوف. انا شايفه سعاده، انا شايفه رضا،
رجوع بقى او مش رجوع، فانا شايفه رضا. فلو كان الرجوع يرضيك، لو كان كده يرضيك، فان شاء الله في رجوع ان شاء الله. في ارتباط بين انثى الجدي ورجل الدلو. بصي يا حبيبي، انا شايفه يعني هو هيحصل في الاخر في خبر حلو، بس في هروب في الاول، في حد بيهرب، يعني في طرف منهم بيهرب. يلا ايه سؤال تاني؟ طيب نشد كارت الصحه في الجدي، لان ما ظهرلوش اي حاجه تدل على الحاله الصحيه بتاعته. اوكي، اديله يعني الفترة دي ولا على وضعه؟ حاضر يا هبة. كان ايه السؤال الأولاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسيت. كان ايه السؤال الأولاني؟ طب أنا هسيب كارته هنا على جنب. الصحة، افتكرت. الصحة إن شاء الله حلوة جدا 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 جدا، ما شاء الله. الدلو هتحصل له مشاكل ولا هيبقى على حاله؟ وفي مشاكل ولا لأ يعني للدلو؟ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh dear God. في مشاكل ومشاكل مأثرة على نومه وحياته وحالته بالبلد، بس إن شاء الله مفيش حاجة بتدوم. سوري سوري، أنا بخاف أوي من مرحلة الكارت الواحد دي، بخاف، لا حقيقي بخاف. أوكي، أي أسئلة تانية؟ الحالة المادية، طيب نقول الميزان. الحالة المادية للميزان، هو خايف من الحالة المادية، مش شايفة فيها تطور حبيبتي، أنا شايفة مخاوف، خايف. الحالة المادية مقرقاه، معلش. إن شاء الله إن شاء الله هتظبط. بشكرك يا منى حبيبة قلبي اللي متابعاني على طول، ميرسي. الدلو هتخلص من شكله ولا إيه؟ هو واضح فعلا الدلو في مشاكل. ليه يا حليمة؟ ليه بس بتقولي حرام عليكي؟ ليه بس يا ماما؟ الدلو هتخلص مشاكله وهتدور عجلة الحظ، ويل اوف فورتشن. ان شاء الله مشاكله هتتحل بإذن الله. ادوني ايه أسئلة تاني؟ طيب يا داليا، دي هنقولها في يوم العقرب بعد بكرة حبيبتي. بليز لو انت مش متابعة الصفحة اعملي متابعة عشان تشوفي. طيب بصوا يا جماعة، بالنسبة لموضوع القراءة المجانية ده، احنا بنختار يعني ممكن يكون اكتر من حد عمل نفس الاماونت من الشير، فهي فيها حظ شوية، معلش يعني حد ما كسبش المرة دي بإذن الله هيكسب المرة اللي جاية.